السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معايا في قناة شاف ملك. نتمنى البنات تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم نواصلوا سلسلة الطماطم محبوبات الجماهير، واللي المائدة المغربية ما كانت يعني ضروري ندخلوا الطماطم ديالنا في الأكل المغربية. المهم البنات، بالنسبة لي أول مرة كيشوف الفيديو ديالي، نتمنى انه يطال زر الاشتراك وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. نتمنى من البنات اللي ديجا معايا هنا في القناة ولا البنات الجدد انهم يوصلوا معايا الفيديو للنهاية. المهم فيديو راه كيفيد، يعني فيه افادة، ونتمنى انه يعجبكم. بالنسبة للبنات اللي عجبهم الفيديو وجاتهم فكرة زوينة، يخليوا لي لايك، يخليوا لي تعليقات. بالنسبة للبنات اللي جربوا هاد الطريقة يقولوا لي رأيهم فيها. بالنسبة للبنات اللي ما عجبهمش الفيديو يديروا لي لايك. المهم البنات نمروا الوصفة. هاد الوصفة نتاع الطماطم والبصل راكم تشوفوا فيها، هذه فكرت باش نسهلوا على ربية البيوت ولا بالنسبة للنساء اللي العاملات، يسهلوا شوية، يختصروا شوية في الوقت وأنهم يديروا هاد الوصفة. غادي ناخدوا مطيشة والبصلة، هادو هما الأساس نتاع المرميطة المغربية، المصيب كما كنقولوا ولا المصير نتاع الكوكوت ولا المرميطة المغربية، ما كتخلاش من البصلة والطماطم. غادي ناخد هنايا كتشوفوا خديت غير 3 حبات بصلة، زوج حبات كبارات وحدة صغيرة. انا بالنسبة للمرميطة نتاعي ولا المصيب ديالي كنصب تقريبا بنص حبة هكا. بالنسبة للخضر اللي كتدخل فيها مطيشة والبصلة، لحقاش عندنا غادي تبقاو تشوفوا معايا هكا مع الوقت، غادي كل مرة نبقى نلونسي ليكم بحال مثل وصفة. كاين الوصفات اللي تدخل فيهم غير البصلة بوحدها، مثلا بحال اللحم والبرقوق، هذا غني على التعريف، من جو نصبو غادي نصبوه بالبصلة. ولكن كاين اكل اخرى وخضر اخرى كيدخل فيها ضروري مطيشه والبصله باش تجي لذيذه. المهم انا ملي نتكلم على دوك الخضر، انا كنصب مثلا نص بصله كندير معاها زوج حبات مطيشه، هذا هو الحساب اللي حسبته دابا. يعني هنايا عندنا ها واحد زوج، هنا 3 4 5، هنا عندنا 10 د المطيشات، 5 د المرميطات مع 10 د المطيشات. فهمتوا كيفاش البنات؟ يعني نص بصله مع زوج حبات مطيشه باش تطلع لنا المرميطه زوينه. بالنسبه للناس اللي عندهم العائله كبيره وكيديروا حبه بصله، غادي يحاولوا يديروا 3 حبات مطيشه هكا، يكونوا 3 حبات مطيشه باش تجيهم الحساب مزيان. المهم البنات انا غادي ندوز غادي نقي مطيشه وغادي نوريكم الخطوه المواليه. قلت لكم بعد ما نقيت مطيشه ها هي القشره نتاعها، غادي تقولوا لي علاش درتيها هنا. المهم هاد المطيشه راني ما غاديش نلوحها ولا نرميها، غادي نحتفظ بها. غادي تقولوا لي واش مالك كلشي انتيا ما ترمي حتى شي حاجه، غادي نقول لكم ايه ما نرمي حتى شي حاجه، يعني هذا داخل حتى هو في التدبير وداخل في الاقتصاد وداخل في كلشي، حيل وافكار كما قلت لكم. هذه ان شاء الله غادي ندير بها، عندي ما يدار بها ان شاء الله، غادي نوريها لكم فقره استيوس. المهم غادي نحتفظ بها هنايا الجنب ونكملوا الوصفه نتاعنا. هاد المطيشه كما قلت لكم للنصيب، يعني المرميطه ديالنا من نبغيو نديرو بحال مثلو اللحم مع خضيره، غادي نجبدوها ونستعملوها، غادي نجمدوها نديروها في الكونجيلاتور. الوقيته اللي كتكون مطيشه غاليه ولا البصله غاليه كتكون عندنا موجوده سهله مهله، غير تجبدي تحطي في الكوكوط وتزيدي معها اللحم وشويه الزيت وتشحري عادي، يعني باش نقصوا بها داخله في الاقتصاد كما قلت لكم. غادي تشريوها في الوقيته اللي تكون مطيشه رخيصه والبصله رخيصه، ومنها غادي تنقصوا على راسكم بزاف ديال الخدمه بالنسبه للنساء اللي ما عندهمش الوقت او عندهم الشطنه او كيديروها غير احتياط للوقيته اللي كتغلى هاد النوع من الاخر، يا البصله يا مطيشه. المهم غادي نمروا دابا للروبو، بسم الله كما قلت لكم. غادي نديروا نجيب الموس نتاعها، جيبي لها بنتي الموس نتاعها. بسم الله هنا البنات، غادي نقطع البصلة، غادي نزيد نقطع هاد المطيشة فوق البصلة. مين عندي الروبو كبير غادي نديرها مرة وحدة باش نقتصد في الوقت. نبدل هاد الموس شوية ناضي، هذا كانت عندكم فيها الزريعة بزاف حيدوها هكا،
واحد شويه غادي نسالي هذا الشيء ونور. انا بنات غادي نطحنوها هنا في الميكسور. انتما بنات اللي بغاها مشلضه ها هي، ها هي مشلضه. اللي بغاها اكثر مطحونه، انا غادي نزيد لها غير واحد الطحينه صغيره باش تقاد ديك المطيشه مع البصله. ها انتما غادي ندير غير واحد صافي. هذه هي لا تيكستور اللي بغيتها انا. غادي نحاولوا، غادي نزلها لكم هنا غير باش تشوفوا. واللي بغات تطحنها اكثر تطحنها. انا الصراحه نبغي في المرميطه ما نبغيش الحاجه مطحونه، نبغيها ديما مشلضه. ما هكا ها نتوما شفتوا كي دايره، بحال التشلاط، بحال اللي غادي تشلطيها بيديك البصله ومطيشه كذلك مشلضه. انا كيما قلت لكم هكا كندير المرميطه. اللي بغاها مطحونه، كاين واحد النوع كيبغي يحك البصله ويحك مطيشه، في ديك الوقيته تقدري ما عليك غير تزيدي تطحنيها اكثر وصافي. وهذه الطريقه هكا غادي نوريكم البنات. بالنسبه ليا انا من بغي نحتفظ بهذا من بعد ما طحناها، بغيت نقول لكم الطريقه نتاع لا كونجيلاسيون تاعها. انا كندير هكا في هاد لي مول سيليكون نتاع لي كاب كيك، ها هما كنستعملهم. واللي ما عندوش يقدر يستعمل دوك لي مول سيليكون الاخرين اللي هكا جايين، يعني بلاطو واحد فيه بحال مثلو 12 ولا. واللي ما عندوش كاع يقدر يدير حتى هادو، يعني غرفيات نتاع الزاج وراهم يتحيدوا بسهوله من بعد ما يدخلوا المجمد. المهم بالنسبه للعائلات اللي تكون العائله صغيره غادي تعمروا غير بحال مثلو هكا كما درت انا. هذه ها هي مرميطه، يعني باش تنصبي المرميطه نتاعك غير تجي وتحيديها بسهوله. غادي تحيد من تكون في المجمد، غادي تحيد هذا ويبقاو هكاك دوك الاخر. ديريهم جمعيهم كلهم في ساشي، في واحد الساشي هكا هادو نتاع الكونجيلاتور، واحتفظي بهم في المجمد نتاعك. ولا الا كانت عائله كبيره وغادي تستهلك واحد الكميه، غادي دير بحال مثلو هكا. هاني شوفوا راني درت 3 معالق كبار هكا، تحطوهم في بلاطو تدخلوهم المجمد. من بعد ما غادي يتجمدوا غادي غير تقبضوا بحال هكا سكين هكا الموس يكون ماضي للراس ديالو. اون فوا غادي غير توشيو من هنا هكا، غادي تحيد وتجمعهم في دي ساشي بحال هادو، تجمعهم الوقيته اللي تبغيو تستعملوهم. وبالنسبه لي البنات اللي ما عندهمش البلاصه في المجمد، ما عندهمش، عندهم غير ديك نتاع الثلاجه، نعطيكم واحد الفكره اخرى. تقدروا بحال مثلو ديروا هكا، تاخذوا هكا ساشي. المهم كل واحد غادي يدير الطريقه اللي تريحو. ديما استعملوا هكا باش ما تكون الخدمه نتاعكم مخليه. مثلا انا غادي نستعمل كاع هاد الكميه، غادي نقبضها، غادي نحاول نديرها هكا فوق البوطاجي، وغادي تقرصوها، تقرصوها رقيقه. هانتوما هاهي رقيقه، وغادي تدخلوها تحطوها في شي بلاطو. بحال انا دابا عندي هاد الكميه كبيره، هاد الكميه ومازال هادي مثلو. الا بغيت نديرها كلها هكا غادي نجبد عاوده واحد الساشي اخر وندير نفس الطريقه، نحط وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده. تقدروا تحطوا حتى 4 حتى 5 وهما هكاك في البلاطو، ودخليهم للكونجيلاتور. من بعد ما يتجمدوا وتبغي انك تستعمليهم، ما عليك غير تحيدي هاد الساشي هكا بالمقص، حيديها وقبضي موس ماضي ولا ديك نتاع القزبر المكنوس ولا، وغادي ديري لها هكا وتقسميها مثلو مكعبات بحال هكا. تقسميها مكعبات وتبقاي تستعملي بها، ولا تهرسيها وتقبضي غير القياس نتاعك اللي بغيتي وصافي. وهنا ولا تقدروا تاخذوا دوك لي ساشي الصغار، دوك نتاع العطريه اللي كيديروا لنا فيهم العطريه وهذا، دوك لي ساشي الصغار تقدروا ديروا نفس الكميه بحال مثل زوج معالق كبار ولا 3 معالق كبار، وتعقدوا الساشي وديروهم في واحد الساشي يكون كبير، تجمعوهم باش تعقلوهم باللي هذه مطيشه والبصله نتاع النصيب نتاع المرميطه، وتدخلوهم للمجمد حتى يتكونجلاو. هذه هي كانت الفكره نتاع اليوم البنات.
كيفاش نديرو نجمدو البصله مع مطيشه، وباش نحاولوا لا على الوقت ولا بالنسبه للميت تكون الفتره نتاعهم في السوق يكونوا غاليين، كيفاش تقتصدوا في المطبخ ديالكم. وكذلك بالنسبه للعاملات تهما يقتصدوا في الوقت. بالنسبه كذلك شي مرات كتكون عندنا كما سبق لي ذكرت مطيشه تكون في الثلاجه والبصله كتكون هكا محطوطه وكيقعدوا غير يخسروا، ما نستعملوهمش بزاف شي مرات. في ديك الوقيته ما عليك غير تجبدي، واخا يكون عندك نمثلو غير 4 الحبات البصله مع 8 د الحبات نمثلو نتاع مطيشه، طحنيهم وما تخليهمش هكاك حتى يترماو، تستغليهم ديريهم في الثلاجه، نسايهم الوقيته اللي تبغي تستعمليهم، غادي تصيبي راسك سلكتي راسك هكا بطريقه فنيه. نتمنى البنات يكون عجبكم هذا الفيديو، لحقاش وصلنا للنهايه ديالو. كان هذا هو الفيديو ديالنا في سلسله الطماطم. نتمنى البنات اللي شافوا الفيديو حتى الاخر عجبتهم الفكره يديروا لي لايك، يخليوا لي تعليق. بالنسبه للبنات كذلك اللي جربوا هاد الوصفه نتمنى انهم يخليوا لي تعليقات هكا يقولوا لي رايهم فيها وشنو هي. وبالنسبه للبنات اللي ما عجبهمش الفيديو نتمنى انهم يديروا لي تهما لايك، ماشي مشكل. والبنات نتمنى لكم وقت ممتع. نتمنى بالنسبه للبنات اللي يلاه شافوا القناه نتاعي اول مره ويلاه شافوا الفيديو نتاعي هذا لاول مره، نتمنى انهم يتابوناو معايا في لاشين ويضغطوا على الزر يفعلوه باش يوصلهم اي جديد من قناه شاف ملك. وتحياتي للجميع والسلام عليكم.